كثير ما تقع الأمهات في حرج من أسئلة أطفالهم. طبعاً كيف نجاوب على أطفالنا وأسئلتهم المحرجة أو اللي ممكن تحرجنا في حدود معرفتهم وفي حدود استيعابهم؟ قبل الحديث أكثر في هذا الموضوع نرحب بضيفتنا في الاستوديو الأستاذة مها الحقباني، محاضرة بقسم الطفولة المبكرة بجامعة الملك سعود. حياك الله أستاذة مها. يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله، مساء الخير جميعاً. طبعاً مها، خلينا أول شيء نبي نعرف كيف يؤثر الحديث العائلي في معرفة الطفل أو في فضول الطفل، وكيف يثير حديث الأسرة فضول الطفل؟ جميل جدا. طبعا خلينا نقول أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الطفل اللي يسأل يدل أنه طفل موجود، طفل جالس يفكر. دائما السؤال هو مفتاح المعرفة، أي عالم، أي مفكر، أي اختراع هو بدأ بسؤال. زي ما بدأ نيوتن لما طاحت التفاحة قال ليش طاحت؟ فأي أسرة طفلها يسأل هذا عامل مبشر خير أصلاً. المفروض الأم يعني تسوي حفلة أنه طفلها فعلا يسأل كثير، مو تضايق وتقول أنه مثلاً يزن أو يزعج أو إلى آخره. فالطفل بطبعه وصفاته اللي هو انخلق فيها فضولي. صحيح. فضولي معناته يحتاج يعرف أكثر ومحتاج مني أكون صبورة أكثر. جميل. طبيعي يسأل، طبيعي يسأل في جميع أنواع المجالات، وبالعكس مرات يجيب لنا أسئلة خارج الصندوق اللي إحنا ككبار ما نعرف كيف نجاوب عليها. زي ما ذكرتي قلتي كيف يكون الحديث العائلي يعني مجال للحوار. الأطفال غالبا لا يستجيبون بالتوجيه المباشر أو بالتعليمات المباشرة، لذلك الأم أو الأب الذكي أو حتى المربي أو حتى المعلمة تصل لقلب الطفل بطريقة غير مباشرة من خلال أسئلة مرحة ولطيفة، لكن ممكن هي تعكس لي أشياء عند الطفل. خليني أعطيكم مثال. ففي جلسة مرة ودية كنت جالسة أنا أولادي، سألتهم أسئلة غريبة شوي، وقلت كل شوي بيصير الدور على واحد منكم يسأل سؤال مختلف غريب. فمثلا سألتهم قلت لو تختار شخص واحد تسافر معه مين يكون؟ فلما أجابني جواب ما توقعت إنه يختار هذا الشخص، بعدين سألته ليش؟ فبدأ يذكر لي أشياء موجودة في هذا الشخص، يعني تفاجأت أنه هو تلفت نظرة هذه الصفات. هنا يكون مدخل لحوار، طب ليش عجبتك؟ طب ليش هي كويسة؟ طيب ليش؟ وهكذا. مثلا الثاني سألت قلت له معاك مبلغ من المال مين راح تعطيه وإيش بتسوي فيه؟ قال لا والله أنا بحطه في البنك أسوي فيه استثمار. قلت له يعني أنا هذا صغير، أنا ما كنت أعرف أن المعلومة عنده اللي غير لما سألنا هذا السؤال. بعدين صار الدور عليهم بالدور، فواحد سأل مثلا قال لو أنت حيوان إيش تبغى تصير، والثاني قال مثلا لو الحيوانات كلها انقرضت ايش بنسوي. فنبدا نسال اسئله، انا مو هدفي الجواب المباشر عن السؤال، لكن ابغى اوصل اشياء داخليه. والله استمرينا يمكن ساعه، وحطيتها كانت تغريده عندي في تويتر وفي الانستغرام، وتفاعلوا معها الناس بشكل كثير، يعني لانها فعلا تخلينا نضحك، تخلي العلاقه اقوى، والاهم من هذا كله تخليني اوصل للي موجود هنا عند الطفل. أي. صح. هذا اللي احنا نبغاه. اي هذا لما يكون في حوار جميل ولطيف وقريب ما بين الاهل والاولاد. لكن دائما نبغى نقول انه في مراحل عمريه تكون اشد خطوره في الاسئله. صح. خصوصا لما يتطرقوا للاشياء الوجوديه. بفضل. لوجود الله وهذه الاشياء، يعني احيانا تحتاري كيف ممكن تجاوبي عليهم فعليا. صح. واذا الاهل في هنا ما هم مثقفين زياده عن اللزوم ما حيعرفوا يجاوبوا اسئله تناسب افكارهم او يقتنعوا فيها. صحيح. زي ما ذكرتي ان الاطفال لما يكبرون يبدون على ابواب المراهقه تبدا هنا تكون الاسئله خطره شوي، وهنا يجي المحك، هل علاقه الاسره بالطفل او بالمراهق جيده ولا لا؟ اذا كانت جيده فالطفل يعني اول بوابه للمعرفه راح يتجه لاهله، اذا كانت العلاقه فيها خوف زايد، فيها مثلا يعني تجربه سابقه، مثلا جاء سال سؤال غريب شوي، صار الام ردت فعلها، تعرفون بعض الامهات عيب قله ادب من واجبت هالكلام. صحيح. الله لا يعاقب، في بعض الاهل ردت فعلهم جدا قويه لانهم يبنون على اعتقادهم على نظرتهم هم للامور، ما هم عارفين انه هذا طيب ما يعرف. اذا انت ما علمته كيف هو راح يعرف المعلومه؟ فالمراهق خصوصا مع هذا العصر اللي صار منفتح، ما نقدر نمنع الطفل انه يشوف، يعني صار عندنا برامج، صار عندنا قنوات، الاطفال كلهم صار معاهم اجهزه، فجدا صعب الموضوع، لازم نوعي الفكر. فالمراهق، وانا هذه حالات صراحه يعني مريت فيها، يعني كانوا كثير مراهقات يلجؤون لي يعني بحكم وجودي على السوشيال ميديا، فيسالوني اسئله غريبه زي الوجوديه، المثليه،
طب عادي لو انا كلمت، يعني في اسئله طب انت ليش ما تسالين امك؟ لا والله مره سالتها مثلا وضربتني كف، ومره سالتها وصرخت علي وقالت لي عيب. البنت هذه مثلا من حسن حظها انها راحت سالت شخص مستشار وشخص ثقه، لكن تخيلي لو راحت هي تبغى تعرف المعلومه، تبغى تعرفها، مستحيل طالما انها سالت السؤال هنا ولعت لمبه. ما راح تهدأ ويهدأ لها بال لحد ما تصل لجواب يثير فضولها. بدون هذا الجواب ستستمر في البحث، وهذا اللي نخاف منه، نخاف ان البحث يكون بطريقه خاطئه يؤدي لها معلومات خطيره، وهذا اللي قاعدين نشوفه من انحرافات فكريه، انحرافات في يعني في التوحيد والى اخره، وحتى في الافكار والعادات والتقاليد. في اهل كمان مها معلش يعني في اهل يبغون يجاوبون، يبغون يردون بس ما يلقون الرد المناسب، يعني مشكله الاهل. احنا نحكي عن فئه معينه انهم هم اللي يردون اطفالهم واللي ما يجاوبون عليهم والاشياء هذه كلها، بس ايش الرد الامثل؟ لما يجيني طفل مثلا ويسالني سؤال محرج انا ما اعرف اجاوب عليه. صحيح، ممتاز، وان شاء الله ان هذه الفئه ان هي الفئه الاغلب على الاهل اللي هي تبغى تحاور ولكن يمنعها اما خجل او قله معرفه. احنا ما احنا كاملين، ولا احنا بنك معلومه، ولا احنا جوجل عفوا، ولا احنا قاموس، طبيعي احنا ما نعرف. فلما يجيني سؤال من الطفل اول شيء اول رده فعل لازم اعرف قد ايش هو فاهم في السؤال اللي ساله، يعني اعرف قد ايش عمق المعلومه اللي وصلت له، عشان ممكن انا اعطيه جرعه زياده هو ما هو واصل لها اصلا. صح. فانا اعرف قد ايش هو يعرف، من وين مصدرها، مهم المصدر، هل هو من خادمه، هل هو من كتاب، هل هو من برنامج يوتيوب. هل هو من صديق يوتيوب، وهذا يفتح حوار ممكن هو اللي يؤدي يوصلك للنقطه اللي فيها خطر على الطفل. وبعدين بعد ما انا اساله واعرف المصدر نبدا نناقش بعض، اذا انا اعرف اجاوب بصدق، اهم شيء بصدق. بعض الامهات تبدا تخترع كذبات، والله ناكل حبه وما ادري ايش تطلع في بطننا، يعني كثير تصير من الخجل ومن الاشياء هذه. صحيح. فابدا ما نعطي الطفل معلومه مغلوطه ابدا، خطر، لانه اول شيء راح يفقد ثقته في الاهل. انت الان ذكرتي نقطه مره مهمه ترى، وكل الامهات تتوقع يقولونها، كيف تذكرها لطفلها من غير ما هي تخجل، خاصة الأسئلة المحرجة؟ يعني شوفي هذا لا حياء في العلم، وفي عندنا ثقافة لازم تكون بطريقة صريحة، طيب، ولكن على حسب ما يناسب عمر الطفل. عشان كذا أنا سألت أسأل الطفل قد إيش هو عارف. أوكي. ما أجي أعطيه جرعة وهو أصردي سؤاله بسيط كان. الطفل على فكرة مجرد ما تعطيه جواب تفصيلي في معلومات كذا علمية وشرح يبدأ يحس أنه خلاص أنت أشبعت الفضول اللي عنده، فبدأ بيقوم بيخليك خلاص أنت أشبعت الفضول. صح. اللي عنده. إذا حسيت أنه لسه يبغى زيادة معناته عمره يستحمل أكثر، فأنا أرجع لعمر الطفل. طبعا في نقطة مهمة، يعني إذا صارت العلاقة بين الأم والطفل أو الأب والطفل ودية، في بينهم أصلا أوريدي حوارات وماخذين على بعض، فبتكون هذه الحوارات أسهل. طبعا حلو نرجع الكتاب، حلو نبحث، حلو يعني، بس مهم ان احنا ننور الطفل في هذه الامور وما نترك لي ثقافه خاطئه ومصادر اخرى مغلوطه. يعطيك العافيه مهم. تذكرت لما قلت لك في اليوتيوب. أيوة. بنتي دائما مثلا تقول لي انا بسالها من فين، ايش دراك، كيف شفتي او كيف عرفتي عشان تساليني هذا السؤال، فتقول لي من اليوتيوب. اقول لها طيب تعالي على اساس نقعد نتكلم. خلاص خلاص والله خلاص ما يعني هي عارفه انه نقعد ساعه ساعتين مع بعض نتكلم، لكن ذكرتي مرحله العمر انه في العمر متى العمر يبدا يتقبل مني اكثر، متى الطفل اقدر انا اشبع بالافكار اللي انا ابغاه يعرفها مني. جميل. العمر من يوم ما يبدأ الطفل خلاص يصير عنده حوار، أو حتى قبل ما يبدأ ينطق لازم نحاور الطفل، حتى الطفل أبو سنة، سنة ونص، سنتين، لازم نسأله ونتفاهم معه. فالأسئلة ما لها عمر، هي نوعية السؤال، عمق السؤال هو اللي بيختلف معي، ولكن الأسئلة من يوم الطفل صغير عوديه على الحوار، عوديه على عمق التفكير. إذا عودتيه على هذه الطريقة راح ينشأ وهو أفقه واسع، هو عنده فكر بعيد المدى. طب أو يكون ضيق الطفل يسأل كيف؟ يعني متى يبطل الطفل يسأل؟ يعني هنا أعتقد أن أنا لازم أبدأ أتخوف كأم. إذا وقف هو أو بطل يسألني معناته قاعد يأخذ مصدر معلوماته أو أحد قاعد يقول له شيء ثاني. صح؟ ممكن، أو ممكن أنه خلاص يعني شوف في مرحلة ذهبية للطفل هي سنوات الطفولة المبكرة. هذه السؤال يكون بالدقيقة، يعني أنت طالعة معاه مشوار ممكن ترجعين معاه 100 سؤال عادي. ما شاء الله. عادي جدا، طبيعي. فيعني لازم صبر شوي وتحمل، بالعكس ونستمتع بالحوار معاهم. كل ما كبر الطفل راح تقل أسئلته، لأنه خلاص المرحلة العمرية الذهبية هذه اللي هي الطفولة المبكرة اللي هي سبحان الله الدماغ فيها قادر على استقبال وعلى التلقين وعلى يعني اكتساب
مهارات قصوى ما نتخيلها قد ايش. يعني سبحان الله الخلايا العصبيه يعني في اقصى حالاتها في هذه المرحله. لما يكبر الانسان تبدا شوي تهدى، يخف التسارع، خلينا نقول يبدا اصلا الانسان هو عنده قدره انه يبحث عن المعلومه بالوسائل المختلفه، او ممكن لقى مصادر، او انه بطل يفكر، وهذا المصيبه. يعني لما يكون يبطل يفكر يعني خلاص انه ما في شيء يثير فضولي، ملل، انشغال باجهزه مثلا او العاب معينه تخلي الطفل خلاص يصير يعني ما هو يعني انطفأ فيه حس العلماء او حس الفضول اللي نشوفه. نعم مها، في نقطة ذكرتيها اللي هو طبعا لازم ننتبه لعمر الطفل وكيف نوصل للمعلومة. يعني انا ممكن اعطي المعلومة لواحد عمره 10 سنوات، نفس المعلومة اعطيها لواحد عمره 15 سنة او 18 سنة بس بطرق مختلفة تناسب عقليته. نبغى نعرف الحين بحكم الزمن هذا زي ما قلتي صعب نسوي كنترول على الأطفال، ممكن انهم يروحين يدورون معلومات، يجي يسألك سؤال محرج جدا في سن جدا صغير، نبغى نعرف هل هذا الجواب اللي انا راح اعطيه او المعلومة ممكن تضر الطفل؟ طبعا اول شيء زي ما قلت قبل شوي انه من وين جبت المعلومة؟ اذا طفل صغير وجاب لي معلومة مثيرة للتساؤل او غريبة او فوق عمره، لا هنا معلش علامة استفهام كبيرة، من وين جت هذه المعلومة؟ هل شاف شيء؟ هل سمع شيء؟ على حسب يعني مرات الاطفال لما يسمعون معلومة هي ما تناسب عمرهم يبدا يكون عندهم خوف او قلق، يبدا يخاف، يبدا يفكر، وخيالهم جد يعني واسع طبعًا. فيبدا يحور هذه المعلومه الى شيء يبدا يخاف منه، ممكن ما ينام بالليل مثلا لانه خاف يتخيل مثلا الشخص هذا بيضربه او بينط عليه، او ويكون شاف مثلا شخص منفعل او يعني اي مشهد معين من فيلم من مقطع من اي شيء، فيبدا يتخيل. لذلك الحوار مره ثانيه جدا مهم، انه ابسط الفكره هذه اشرحها له. مثلا الان كثير في الالعاب منتشر فكره الزومبي صحيح. والوحش والقتل صحيح. والاشياء هذه، وانا متاكده من الامهات اللي يشوفوني الان ما في ام الا جاها طفلها في نص الليل يصيح ماما انا خايف في وحش جاء دخل علي. طيب ليش يجينا الوحش؟ فهذا مثلا سؤال، او ليش يجينا، من وين يجينا الزومبي؟ هنا يجي دور الام، تعال يلا ولع اللمبه، يلا وين انت شايف احد في الغرفه؟ انا ماني شايفه، هو الان الزومبي موجود في مخك. طب تعال مثلا تبدا تبسط مع الحوار، تعال خلينا نتخيل ورده، يلا تخيل لي ورده مثلا لونها زهري فيها كذا اصفر، شفتها في مخك؟ طب وينها؟ هي موجوده الحين؟ اوكي معناته انت تتخيل، ربي اعطانا شيء في عقله اسمه خيال. الخيال هذا انت على كيفك تخليه صح او تخليه خطا. حلو. ونبدا دائما حلو برضو نستند الى حقائق علميه، الى معرفه، الى ايات في القران، الى يعني حتى انا كأم ابين اعلم طفلي انه لما انا ما عندي معلومه انا بروح افتح الكتاب الفلاني، برجع للايه الفلانيه، انا هذا مصدري، هدفي انه هو لما يكبر يتبع نفس الطريقه، مو صديق وثقافه واتساب وثقافه سطحيه فيها اشياء مغلوطه جدا كثيره. يعني زي ما كنت بتقولي قبل شوي استاذه مها انه الاعمار في يعني الاطفال في عمر معين مخهم يكون زي الاسفنج، يعني ياخذ كثير بالضبط. معلومات بعد الاسئله والحوار تيجي الافكار والمعتقدات. لو انا اكتشفت انه ابني او بنتي عندهم افكار مغلوطه كيف ممكن بسهوله اني انا استبدلها، وايش الطريقه الصح اني انا ارجع ثاني مره ارجعهم للاجوبه الصحيحه؟ حلو جميل جدا، فككي المعلومه اللي وصلتهم يعني ناقشيها حبه حبه. طبعا في معلومات يا جماعه ما نقدر نقتنع فيها، يعني في اشياء مثلا نزلت في القران انا مؤمنه لازم اصدق فيها مو لازم اقتنع فيها، هذا وحي من الله. في اشياء لا فيها مجال للنقاش واللي اقنعك وتقنعيني تمام، لانه الان صار في غلط، يعني صار في اشياء معتقدات ثابته صارت تدخل فيها وجهات نظر لا هذا ما هي مجال نقاش، هذا انتهى، هذا قال الله تعالى، هذا القران قضينا خلص ايوه. لكن في اشياء لا في مجال فيها للنقاش والاخذ والعطاء، زي مثلا مفهوم الجنسيه المثليه الان اللي منتشر كثير ايوه جدا، يعني صار في يعني غزو اعلامي كبير من جميع النواحي، هذا مهم لازم ينفتح في كل أسرة ضروري جدا. يعني أنا واحدة من الحالات اللي جتني مصرة البنت إلا تبغى يعني تغير، تبغى يعني تتصرف بتصرفات الرجال وتلبس وتحط عطرهم وتبغى تقلب غرفتها، تبغى تسوي تحول جنسي، تبغى تسوي تحول. لكن أنا أوصف لك الخطوات. طيب لما ناقشتها طبعا الأم ردة فعلها كانت الانفعال والنهر وكيف سويتي كذا إلى آخره، مجرد نقاش بسيط مع البنت بينت لها في المستقبل إيش ممكن يصير فيك، ترى في حالات صار فيهم كذا كذا، ترى انت بتكونين لا انت ذكر ولا انت انثى، الله سبحانه وتعالى خلقنا كذا، احنا مختلفين مهما حاولنا نصير ما نقدر، ترى بتكونين ضائع، والادله الشرعيه والايات، نقاش بسيط ابغى اعرف السبب الحقيقي اللي يخليها تبغى تصير كذا. بكل بساطه تتابع واحده مشهوره
غيرت فتبغى تصير مثلها. طبعا الان يجينا سؤال جدا مهم، ايش معنى هذه تاثرت و20 غيرها ما تاثروا؟ الطفل الهش اللي ما عنده شخصيه قويه وما عنده علاقه مع اسرته او في اسره مفككه او في اسهل واكثر عرضه انه يتاثر بالاشياء اللي تصير او حلي او لانه يكون عنده نقص في الثقه، يبغى يشبعه باي طريقه، يبغى يلفت النظر باي طريقه، ما هو قادر يلفت نظر بطريقه النجاح والتفوق والقوه الشخصيه فيجيبها بطريقه ملتويه. فحوار بسيط خليت البنت هي اللي تتراجع عن القرار من نفسها. جميل. وليس فرض، لانه لو اجبرنا الطفل في مرحله ما بيرجع، لازم يكون حوار مستمر. بتقولي لي كم مره كل ما شعرنا ان الطفل بدا يرجع او بدا ترجع له المخاوف ايا كانت زومبي او اشياء خطيره في المراهقه زي ما ذكرنا، نرجع نناقش بهدوء. في ساعات اطفال يخافوا يخوفونك معهم، عرفتي؟ اشوف ما ادري وشو، والله مره نومت ولد اختي وتوبه ما عاد انام عندي ثاني مره، هبلني والله العظيم، ولعت كل الانوار وجلست. بس اوصلك معها، في ذكرتي نقطة مرة مهمة، قلتي هشاشة الطفل. طيب كيف أتعامل مع الطفل الهش؟ هذه كمان لازم، يعني لازم في خطوات أقدر أتعامل معها. أكيد ما في شك. أيوة طبعا هذه الجزئية أتذكر في لقاء سابق كنا تكلمنا على أنه كيف نبني علاقة قوية مع الطفل. اللي يحب يرجع للقاء حطيت عندي في اليوتيوب 9 ركائز أساسية لبناء شخصية قوية. لانه جدا مهم النقطه هذه، هي اللي لازم الاهل يشتغلون معاهم مع ابنائهم فيها، عشان من البدايه تطلع شخصيه صلبه باذن الله، باذن الله انها ما تتاثر كثير. يعني ما في شخص مستحيل يتاثر، ولكن نسبه التاثر ما تكون تاثر على يعني منعطف خطير في حياته او اشياء زي كذا. طبعا في نقطه مهمه برضو احب انوه لها، انه في كثير من الاسئله يطرحونها الاهل على الطفل من خلال اللعب، يعني واحنا نلعب مع بعض. هذه فترة ذهبية لطرح الأسئلة، تعرفون ليش؟ لأن الطفل بيجاوبك. لما نكون في جلسة عادية ونجلس كذا مع بعض ما راح يرد عليك، بينشغل في شيء ثاني. لكن خليه يجلس يرسم أو يركب لعبة معينة، أو البنت مثلا تنشغل في أي لعبة وأنت تلعبين معاها، مو تتفرجين، لا مشاركة معاها في اللعب. بعدين خليها ابدوا سولفوا عن الموضوع اللي تخاف منه، أو ابدي اسأليها أي سؤال، أو ناقشوا موضوع معين، تتفاجئون بتجاوب الطفل في هذه المرحلة. فليه؟ لأن المربي نزل لمستوى الطفل، خلاه يرتاح، خلاه يصير في أريحية في الحوار، فبالتالي نقدر نوصل للطفل ونقدر نخليه يعبر ويتكلم. جميل. وممكن حتى التمثيل بالألعاب والأشياء. لذلك اللعب عالم جدا واسع وجدا مهم أن الأهل يعرفون الطريقة الصحيحة للعب. يعني في كثير يعتقدون أن اللعب خلاص أمر فطري، يلا نلعب كورة مع بعض أو شيء، لا، اللعب أعمق لو فهمناه صح. وهذا الشيء يعني كثير من الأمهات اللي حضروا معي دورة كيف نلعب بذكاء في المنزل، أركز كثير على هذه الجزئية، وكيف أنه فعلا يعني ما أنسى في واحدة من الأمهات قالت لي كلمة مرة أثرت فيني. هي كانت طالبة دكتوراه، فقالت أنا طالبة دكتوراه ولم أستطع الوصول لقلب طفلي، للتو فهمت معنى المقولة في حسابك، العلم ما نفع وليس ما حفظ. يعني لازم نعرف كيف نوصل. هي عندها طفل ما هي عارفة كيف تتعامل معه ولا كيف توصل له، فمجرد أشياء بسيطة، الطفل بسيط جدا وأبسط مما نتخيل. تذكريها مها، لو تذكريها على السريع، اللعب مع الطفل، الحوار، هذه الأشياء اللي ذكرتها قبل شوي، طريقة اللعب، طريقة تجهيز بيئة اللعب وآلية اللعب، هذه كلها هي اللي تخليك تكونين قريبة من طفلك. أوكي. وتخليك توصلين له، وتخليك توصلين قيم ومبادئ ومعلومات كلها من خلال اللعب. يعني الموضوع هذا حتى مو بس في البيت، ايضا حتى المدارس ومرحله الطفوله المبكره الان، خصوصا لما صار عندنا دمج ما بين الابتدائي والمرحله اللي هي رياض الاطفال، مساكين الاطفال صار عندهم قفزه، يعني في رياض الاطفال التعليم بطريقه معينه، بعدين فجاه يروح اول ابتدائي طاولات كراسي تلقين كتب. الطفل ما يتعلم بهذه الطريقه. انت تبغى شهادات وبس ولا تبغى التعليم ياثر في طفله ويستمر معه؟ ما يعني انا اشكرك انه انت ذكرتي نقطة جدا مهمة، لانه فجأة فعليا صار في اشخاص مشاهير على السوشيال ميديا وعلى غيره وبيبانوا للاسف بيلقنوا اولادنا وبناتنا كثير من المفهومات المغلوطة والخاطئة واللي اصلا غير مقبولة، لا يعني لا دين ولا اجتماعيا. بس خليني اسألك هنا كمان حاجة مهمة، بالنسبة انا مثلا مركزة مع بنتي 24 ساعة واعرف هي من فين بتجيب معلوماتها، من اي مصدر كان، سواء كان يوتيوب، تلفزيون، او
حتى صديقاتها المقربات، لكن المدرسة اختلاطها بالأشخاص الآخرين في المدرسة أو بالأطفال الآخرين في المدرسة صحيح. هذا ممكن يعطيها أو يبني لها باب ثاني للأفكار والأسئلة. ما في شك. أنا كيف أتجاوب معه؟ ما في شك. طبعا زي ما قلتي الطفل ما نقدر نقفل عليه فقاعة وخليه في معزل، هذا شيء مستحيل صحيح. إذا أنا سيطرت في البيت في المدرسة في صحيح. فأرجع أقول مرة ثانية هي نفس الخطوات، العلاقة القوية، الحوار، بحيث أنا أكون المرجع الأول لأي شيء يحير الطفل، لأي سؤال أنا مرجعيته الأولى، وهذه تيجي خطوة سابقة اللي هي بناء العلاقة لما أكون أنا مصدر ثقته. فبالتالي من وين ما جت المعلومة أنا عارفة أن على الأقل لو طفلي ما لجأ لي مثلا بس وصل مرحلة المراهقة أريدي أنا علمت المهارات سكيلز حقت التفكير، يبدأ هو يحل ويناقش ويبحث لحد ما هو يصل للحقيقة بنفسه. مو كل شيء إحنا برضو لازم يعني إحنا اللي نلقنا يا تلقين، لازم هو يتعلم يبحث وبالطرق الصحيحة. أرجع أكرر، مو مجرد أنا شفت المعلومة ولا قالها مشهور فلاني أو شفتها في حساب إنه هي صح. فأجين الحوار في نقطة برضو أحب أضيفها اللي هي أنت شفت خطأ أو سمعت خطأ من صديقك، لا يكون موقفك سلبي، أنصح وجه، لأنه قد يكون هذا الطفل اللي هو اصلا جاب المعلومه هذه من بيئه واسره مفككه وضايع صحيح. فمن باب انه التوجيه، استجاب حلو، ما استجاب اذا هو يعني على حسب درجه طبعا الخطا او الشيء، اما انه يمتنع عنه او يتركه عاد على حسب الحاله تكون وقتها. نعم استاذه مها شكرا لوجودك، اكيد كالعاده ما شاء الله عليك بتكوني ثريه بالمعلومات وببعض الطرق اللي نقدر نتعامل فيها مع عيالنا. شكرا لكم على الاستماع. اهلا وسهلا. وزي ما قالت استاذه مها لابد انه الام او الوالدين يكونوا المرجع الاساسي لكل الاسئله اللي تخطر على البال واللي ما تخطر على البال لاولادهم، حتى لا يروحوا لطرق ممكن لا قدر الله تكون اجاباتهم غير صحيحه وغير سويه، فبالتالي تاثر على فكرهم ومستقبلهم. مشاهدينا حنطلع فاصل ومن بعد نكمل باقي الفقرات. تشاهدون